عليك يا وردة من على فولة، كنا الحبايب العزاز وازاي ما هنا، إن كان غيرنا حلي واحنا اللي مررنا. الله يهون عليكم واحنا صبرنا. ليلي ليلي يا رب انت عالم بحالنا، تفتح على ابني احمد وتنجح مقصده. ربنا يسمع منك يا كبدي يا ابني. الواد اتمقت من المذاكرة، 15 سنة في المدارس. ربنا عوض صبره وصبرنا خير. حلمت الحلم ليلة امبارح ان سي احمد بيه قعد على كرسي كبير مدهب في اوضه واسعه مفروشه وبساط احمر، وفراش بربال واقف على باب الاوضه بيحوش الناس اللي عاوزين يقابلوه، وانا واقفه على عتبه الباب بفقع بالزغروطه. جه الفراش يحوشني قلت له سيبني، ده سيدي وابن سيدي. قلت شوف يا ست راويه، ده حلم ما يقعش الارض ابدا. سي احمد هياخدوه في وظيفه كبيره قوي في الحكومه. ربنا يسمع منك يا ام سيد. يا دي الليله الناديه لما اشوف سي احمد بيشيل الطرح يبصك في قرصك. ايه الكلام ده يا ام سيد؟ المهم ان احمد يلاقي شغل ويبقى محامي مشهور. انت ما شفتيش محامي لابس ربع؟ ربع ايه يا ستي؟ اللبس اللي بيلبسه المحامي وهو بيترافع. مش العبايه السودا دي؟ شفتها مره لما اتعارض مسيد وقمت لواحد محامي، ده عامله زي ملايه الله. الله يجازيك يا ام سيد. انا هقول لك حاجه محدش في البيت عارفها، انا اشتريت قماش وفصلت ربع ايدي لاحمد، كان قلبي حاسس انه هياخد اللصام. انا هتكل على الله النهارده وافوت على عبد القادر بيه المحامي عشان اشوف عمل ايه في قضيه تعديل معاشي اللي رفعها لي على مصلحه السكه الحديد. تعرفي يا خديجه انه محامي كبير قوي، ولولا انه يعرفني من 30 سنه ما كانش قبل انه يتفق معايا على اتعاب بسيطه. يا ريت يقبل انه ياخد ابني احمد يتمرن عنده في مكتبه. اول احمد ما يشتغل هتمم فرحتنا واجوزه راويه. ودي عاوزه كلام، ده كل املي. راويه ما فيش حد زيها ابدا. البنت اللي طالعه لامها، مرحومه اختي كانت ست بيت وعاقله. فين الايام دي البنات اللي لا تحط بودره ولا احمر؟ دي راويه الكلمه العيب ما تخرجش من بقها. دي من صباحة ربنا تلبس المريالة وتخش المطبخ. فطار جاهز يا سيدي. شوف يا علي صورتي ايام ما كنت بصحتي. ان شاء الله لما اقبض القرشين بتوع وزاره الماليه اللي بطالبهم بيها ناجر بيت في حلوان وترجع صحتك احسن ما كانت. امال فين احمد؟ لازم لسه نايم. انا قمت وش الفجر لقيت نور اوضته والع. انا عارفه بيعمل في روحه كده ليه، ده نجح والحمد لله. العجيبه قلت له يريح روحه، ده كان مده المذاكره ما يطولش ينام ساعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا سيدة. صباح الخير يا عمي. اهلا. صباح الخير يا أمورة. شوفي ان كان احمد صحي قولي له يجي يفطر. حاضر يا سيدي. الفطار جاهز يا احمد بيه. انا بحرصك انت لسه نايم؟ سي احمد، سي احمد. يعني يا ابني لو كنت نمت على سريرك وريحت جسمك مش احسن من نومتك على المكتب ورقبتك ملوحه كده؟
والله انت غصب عني يا ام السيد. قمت بالليل ادور على علبه الشاي ما لقيتهاش. وما ساعدنيش ليه يا ابني؟ ما رضيتش عليك، انت طول النهار تعبانه في المطبخ. تعبك راحه يا ابني، كلهم مستنيينك على الفطار بره. ستراوي قالت لك بايدها الحلوه البيض ابو لحمه مفرومه اللي انت بتحبه. صباح الخير. يسعد صباحك يا ابني. صباح الخير يا احمد. اهلا سي احمد. دهني لابس بدري ورايح على فين؟ والله رايح الكتب خانه. يا دي الكتب والكتب خانه، انت لسه لحقت تفوق من امتحان وكتب المدرسه؟ امبارح قابلت اسماعيل بيه حمدي مدرس القانون المدني، قال لي مبروك على نجاح ابنك احمد، ده نبيه جدا. بس يا خساره. خساره ايه يا بابا؟ خساره بس يا خساره، موزع مجهوده بين الكتب وشعر المتنبي وابن الرومي وابن الروسي. وماله يا عمي؟ مش احسن من التلامذه اللي لو كلمتهم في اي موضوع بره دروسهم وما عرفوش يردوا عليه؟ ومع ذلك يا عمي احمد اخذ اللي صار الدره والبقيه على التلامذه اللي لا عرفوا شعر ولا حاجه، وطول الصيف ملمومين جنب كشك المزيكا في جنينه الاسبكيه عاوزين ملحق. حق يا راويه، لو كنت كملت تعليمك كنت نفعتي ابو كاتب. حضر نفسك بقى يا سي احمد، انا رايح اقابل عبد القادر بيه الشرقاوي، اكلمه علشان تتمرن في مكتبه. السلام عليكم. عليكم السلام يا بابا. يا مسيد اديني كوبايه ميه علشان اخد الدواء. سمعت كلام بابا على الصبح، ابن الرومي وابن الروسي. ما يقصدش يا احمد، انت عارف عمي قلبه طيب وبيدور على مستقبلك. هفكرك يا راوي، هو بيظن ان مدام خدت الليسانس لازم اشتغل محامي. بيكسب ايه محامي تحت التنبيه؟ انا عامل ترتيبي من دلوقتي، هطلب اتعاب عن القصص اللي بتنشرها لي مجله العصر. من 6 أشهر بكتب عندهم بلاش. ليك حاجه في الاعداد ده يا احمد؟ ايوه. الرمال البسمه؟ ايوه هي. والرمل خليته يبتسم ازاي يا سي احمد؟ لما تقريه هتعرفي. الحقيقه عنوان مغري، الرمال الباسمه. النهارده بس 4 كلموني في التليفون عن قصتك الجديده الرمال الباسمه. انت تعرف اني ساكن في هوليوود، بعد ما قريت روايتك وفتحت الشباك حسيت ان الرمل كله بيضحك لي. فين اصول العدد الجديد؟ اتفضل. نحو العودة. لو كنت قدمت نص ساعة كنت قابلت بول ديوتار المستشرف بكلية الآداب. أعجب جدا بقصتك فاجعة الحريم اللي اتنشرت عندنا من شهرين، جالي مخصوص علشان يستأذن لترجمتها بالفرنساوي. أكد لي إن النوع ده ينجح نجاح هايل في تاريخ. أنا أهنيك يا أستاذ أحمد. متشكر. إحنا عندنا كم كاتب ترجمت له قصص للغات الأجنبية. اتفضل. متشكر. يا سلام، 100 دعوة في اليوم، عشاء، سينما، الواحد هيفضل ايه ولا ايه؟ تحب تتفرج على الحفلة دي يا أستاذ أحمد؟ حفلة ايه؟ بالمسكي. يظهر إن الحفلة كويسة، ثمن التذكرة جنيه. اتفضل. متشكر. تحب أكتب لك 200 عن الحفلة دي؟ لا، إياك السهرة تدي لك فكرة عن قصة جديدة. بس حاسب على نفسك. من ايه؟ من الجنس اللطيف. عبد القادر بيبي يبارك لك يا احمد، استعد عشان تستلم شغلك في المكتب عنده من بكره. حاضر. لازم تنام الليله بدري عشان تروح المكتب في الميعاد. بتضحك على ايه؟ مفيش، بس كنت حضرتك بتقول لي انام بدري وانا كنت هستاذنك عشان معزوم الليله دي. معزوم فين؟ والله جات لي تذكرة في حفلة عاوز اتفرج عليها. حفلة ايه يا ابني؟ انت خارج من مذاكرة وامتحان ووجع قلب؟ ما تكن في البيت واستريح بقى. ايه؟ يعني هو مش زي الجدعان اللي في سنه؟ خليه يفرج عن نفسه شوية. حضرتك عارف يا عمي، أحمد عمره ما اتأخر بره. دايما انتوا تدافعوا عنه. ما حدش هيخسره لكم انتوا الاثنين. مين؟ أنت ما انتش عارف أنا مين؟ محمود. ازيك يا احمد؟ ايه انت عامل نفسك كده ليه؟ يا اخي طول عمرك شيطان. لكن ما عرفتش اغويك. ازيك يا احمد؟ الله يحفظك. عملت ايه في الامتحان؟ طبعا ما دخلتش. ليه؟ بس قول لي اعمل ايه باللي طمع؟ شغلانه في الحكومه ب 12 جنيه ويمرمطوني بقى من دشنا لابو المطامير.
انا اقدر ابعد عن الجو ده. الدور، الموسيقى، الرقص. تعرف ان دي اول مره احضر فيها حفله زي دي. شوف الانوثه الحيه، الجو المحطر، الضحكات المنغمه الرنانه. ادي الوسط الراقي اللي عمرك ما كتبت عنه. انا بكتب عن الوسط اللي انا عايش فيه؟ لا، ما تكتفيش بحياتك الممله، لازم تعيش الحياه دي كمان. ازاي؟ اضحك، ارقص، اشرب. ارقص، اشرب، تعالى تعالى. مدهش، انت عارف دي مين؟ مين؟ زهيرة حلمي. ده اسم شاعري فيه الظهر والحلم. بارمان، اتنين بوكنا صودا. لا انت عارف انا ما بشربش. تشربش ازاي؟ انت لسه صغير يا اخي، ما كلنا بنشرب. الدردة حمال يا اخي. ادينا واحد اورنجات. اورنجات؟ لا ده برد عليك، خد واحد ينسون احسن. يا محمود. بنصار فيفي. تعال عن اذنك. ما انتش فاكر يا سليمان، سمعت الضغط ده قبل كده معايا فين؟ ازاي ما سمعته؟ عايدة ايه؟ ده الطنجو ميلانكولي. والله طنجو ظريف، يظهر انه جديد. جديد ازاي؟ انت سمعته مرة قبل كده معايا في بودابست، ومرة تانية في التبران في باريس، وعمرك ما جيت عندي البيت وما سمعتكش اسطوانته. قوم بنا نرقصهم. يا شيخ استني لما يجي الفالس. فالس ايه؟ انت هتعمل زي الجماعة العواجيز. عواجيز؟ يلا بينا. نهر الوادي عمليه امبارح. دخل شوية خير. دفع كام؟ 8 ريال. اهدى اهدى، ده انت متحينة قوي الليلة. انا ما لعبتش عليك. يا نمتة، امال لعبت على مين؟ عليك. انت يا زيزي بترقصي فوق كويس خالص. وانت بترقصي بمبة خالص. ايه الفستان الشيك ده؟ حاسب على تملك احمد بيه علوي المحامي. اشرمتي مدموزيل فيفي. تشرفنا. عن اذنك يا زيزي. على فين؟ اكلم البلد في التليفون. حد يتكلم الساعه 11 بالليل؟ لا، ما انا معود نظري العزبه على المأتي ده، لازم اكلمه سوارين. ده واحد محامي صاحب محمود، عرفني بيه دلوقتي. انا لازم اعتذر له. تعال ما اعرفك بيه. انا متاسفه جدا، ما كانش قصدي، انا كنت برمي الكرة على فيفي. يا ستي حصل خير، كان بيشرب اورنجات خليتيه له كوكتيل. والله انا متاسفه جدا. لا ابدا، ما حصلش حاجه. زهيرة هانم حلمي، اللي اسمها شاعري فيه الظهر والحلم. ده يا محمود، انت هتبقى شاعر؟ لا ده مش كلامي، ده كلام الاستاذ احمد علوي المحامي. ده بيكتب روايات مدهشه جدا يا ديدي، لازم اريكي له حاجه. هتكتب حضرتك في انهي مجله؟ في مجله العصر. مجله العصر؟ انا قريت فيها كم قصه كويسين. الرمال الباسمه. على فكره عنوانها ايه القصه اللي قلت لك انها عجبتني؟ عجبتني قوي يا احمد. ليله حب. ليله حب؟ ايوه. انت اللي بتمضي الف عين؟ اهو ده يا ستي الف عين. احمد علوي، انت اسلوبك مذهل. انا قريت قصه ليله حب 4 مرات، ومكسوفه اقول لك ان كل مره كنت بقراها كنت بعيط فيها. انا سعيد جدا. سعيد اني كنت بعيط؟ لا يا فندم، انما سريني ان قصصي اثرت فيكي. قصه عجيبه. اما لو حكيت لك عن تاريخ حياتي كنت كتبت عنه اغرب قصه كتبتها. حضرتك شوقتيني ان اعرف. عن اذنك، في فرصه ثانيه بحكي لك. أربعة بيبي. أهو ضرب البلس اللي أنت عايزه، يلا بينا نرقص. لا أنا تعبان، يلا بنا نروح. هو أنا عاوز أرقص بلس. البلس بعد الطنج الجميل اللي رقصناه ده تمام، زي بنورة زبيب بعد كاس ويسكي.
الا قولي لي يا زيزي اسمه ايه الطيب ده؟ ما قلت لك الف مره اسمه الميلانكولي. اه يلا ابدا. مين ده اللي معاها؟ جوزها؟ لا. ابوها؟ لا. امال مين؟ بيقولوا عمها. ام سيد، ام سيد. نعم يا ستي. الساعة دقت اتنين واحمد ما جاش، ده اتأخر قوي. لا يكون جراله حاجة، خايف عمي يصحى يصلي الفجر ما يلاقيش رجع. ربنا يستر يا ستي. عادية. مفيش حاجة استلفتت نظرك أبدا؟ شوية مزيكا وورق ملون وزيت. والستات لابسين شيء؟ أبدا، كلهم عجايز وحشين. مشفتش حاجة على الشماعة وأنت داخل أوضتك؟ لا، في إيه؟ سبتلك حاجة على الشماعة، شوفها واديني رأيك بكرة الصبح. ما تنساش بكرة ميعاد المكتب، أوعى تروح عليك نوبة. بونسوار يا أحمد. بونسوار. هات البيعة لحضرتك. طيب حاضر. صباح الخير يا سعادة البيت. أهلا وسهلا. تفضل يا بيت. تشرفتنا خالص. متشكر جدا. أنت زي ابني. أنا متفق مع والدك من أيام ما كنت في الحقوق إنك لازم تتمرن عندي. ميرسي. أنا حاسب لك الجزئيات كلها وقاضي صاحبي. عندك الأجندة، شوف قضايا الأسبوع اللي جاي إيه. أطلبها من توفيق أفندي وأدرسها على مهلك. أنا واثق إن التمرين في مكتب سعادتك هيفيدني فايدة كبيرة جدا. أنا والله يا أستاذ أحمد مكتبي خرج 20-30 من أحسن القضاة ووكلاء النيابة. إذا كنت غاوي مهنتك صحيح، أؤكد لك في ظرف 7-8 أشهر إنك مش هتحتاج لأي إرشاد مني. فندم صاحب البيت، طلع قضايا الأسبوع ده واديها للأستاذ أحمد زميلنا الجديد، وإن كان في حاجة في دور الشهر ده قصاد قاضي الإحالة اديها له برضه. حاضر. إن جات له قضايا شخصية لازم تبشروها له زي العادة. المكتب تحت تصرفه. احنا في خدمته يا فندم. انا متشكر جدا يا سعادة البيت. العفو يا ابني. هو ايه اللي عرفك ان انا عاوز الدوسيه ده يا فندم؟ احنا عندنا كم زبون زي علي بيه. البيه افضلوا علينا. قول لك دخلني عند الافوكاتو. انا معايا ورقه من الحاج بشندي الكسار. مكانك في عهودي وكان في المكتب في الزمان.
بس اقعد استريح. مين حضرتك؟ الحاج سوق سنبل في توت فتوات الحنف تتقل، وصاحب قهوة الحنف الكبرى حلية. ايه الحكاية؟ مفيش، بقى الخناق ده انا مبطله بقى لاربع سنين، من يوم ما حجيت بيت الله لا مسكت شومة ولا نزلت زفة ولا اتوجدت في محكمة، وكافي خير شر، وبدور على اكل العيال، الولية ودكرين وثلاث اوانس والعبد لله. بصيت النهاردة وانا قاعد على المركات في القهوة، لقيت زفة جاية من البلاقسة نازلة على الحنف. الواد فلفل المالطي راح خارج من الزفة وهاجم على القهوة، وهات طاخ طوخ طاخ، راح مدشفش النصبة ومطير الكراسي ومطفش الزباين. خدت نفسي وقلت له عيب يا فلفل، ده انا عمك، لما كنت بنزل في الخناق كنت انت بتدخل في نص هدومك. الواد يظهر كان شارب ما تقلش عني، وما سابش القهوة الا كوم تراب. وانت عملت ايه؟ اقول لك الحق يا بيه، انا الشيطان وزني، كنت هسحب الشومه من الواد وافتح قرنه، وبعدين قلت في عقلي بالي انت تسوق لك 14 سابقه، واهد الله يا بيه وحياك شنبك، 14 سابقه كلها ضر. لا عمر سرقت ولا نصبت ولا شميت كوكايين. بقول لك الحق تاني، صعبوا عليا العيال في البيت، قلت يا سوقي لو سيحت دمه هياخدوك من الدار للنار. سبت القهوة زي ما هي ورحت الكراكون، شكيته محضر وتاني جاي جاري على هنا. ده حكاية بسيطة. بسيطة؟ بسيطة ازاي يا استاذ؟ انا اللي ما خدتليش طاري من الواد ده هسيح دمه، هفتح نفوخه، هقتله. وليه ده كله؟ ده كنت عاوزني حضرتك ما اعملش كده. لازم تحمي قلبك شوية، ما تاخدنيش، أنا شايفك هادي ومتربي وابن ناس. أمال عاوزنا بقى إيه؟ عاوزك تبقى إيه؟ عاوز أشوفك في الجلسة واقف زي الأسد، عاوز أسمع صوتك بيجنجل وجايب من آخر الشارع، عاوزك ساعة ما تخبط على الترابيزة كده اللي قدام سعادة القاضي الواد فلفل يفز من الخوف، عاوز أفرح فيه يا أستاذ، نفسي احط صوابعي في عينيه، نفسي اقرص دمار رقبته. انت مش فهمت الاستاذ على القضيه؟ اتفضل استشف على العب. سلام عليكم. عليكم السلام. انت فضلت الصوره دي ايه؟ دي اخر الصوره دي، بس الرطوش موحشني شويه. صحيح انت احلى من الصوره كتير. شاري وما بزيادة شغب بقى يا سليمان. آخر كاس اللي لقيت. دي رابع مرة بتقول إن ده آخر كاس. إنما أؤكد لك يا زيزي إني قوي الإرادة جدا. امبارح كان آخر يوم شربت فيه أبيراتيف قبل الغدا. يعني عايز تفهمني إنك ما شربتش حاجة النهاردة قبل الغدا؟ ولا حاجة أبدا. ثلاثة فرطة وما فيش غيرهم، وبعدين رحت قايم منطور من البار ورحت مروح على طول، اتغديت ونمت، ورحت قايم الساعة 5 زي الحصان تمام، لا صداع ولا وجع راس. امال ايه الاسبرين ده؟ قرصين ما فيش غيرهم، اخذتهم قبل ما اخرج من البيت النهارده. خلبينك في التليفون يا ست. طيب زي الزوج. احمد مين؟ بصير يا فندم. انا خايف اكون ازعجتك. انا بكلمك زي ما اتفقنا، امتى اقدر اشوفك؟ مش الليله دي، بكره بعد الظهر. عمي هنا. انتوا وحشتونا قوي يا ابلة نانا. ارفع شيري. ارفع شيري؟ انت بتكلمي مين يا زيزي؟ بنت عمي. سلمتي لي عليها؟ لا والله نسيت. لا ما نسيتيش، انت ما رضيتيش. ليه؟ مش عارفه ليه؟ ابدا ما نش عارفه. لا انت عارفه،
خايفه انا بنت عمك تقع فيا. اي والله طه خايفه لا تقع فيك، بس حتى تقع انت يوم ماما عليك. ما انا وقعت اهو. الله، انت بتحبيني لكن بس بتخبي. انا عارف انك هتفضلي مخلصه لي طول ما انا غايب، وانا كمان هفتكرك كل يوم مرتين، مره لما اقوم من النوم ابص، ومره قبل ما انام برضه ابص، وفي وسط النهار افكر فيكي كده مرتين ثلاثه على الماشي، لما اشوف رنار لطيف ولا حته طنطنطيف. ايه الشهر ده كله؟ ولا جوز شبشب. اخي انا لازم انام بدري علشان اخد اول قطر. والله كان بدي اوصلك لحد اسكندريه لولا نهد عيانه. نهد مين؟ نهد بنت عمي. اوعي تنسي تسلميلي عليها، اول ما ارجع من اوروبا تعرفيني بيها. ما تخافيش انا كنت بهزر يا شيخه، انا قلبي هنا. مثلا انا مروح دلوقتي مش كده، انما انا هنا. انت هتوحشيني قوي يا زيزي. وانت هتوحشني يا سليمان، انما كل ما اشوف صمتك هفتكرك. انا هبعتلك تلغراف من جنوة اول ما اوصل، وتلغراف تاني من فيشي، وكل ليلة بالليل اكتبلك جواب اقولك فيه على اللي عملته طول النهار. انما انت كفاية عليك جواب كل اسبوع بس اطمن فيه عن صحتك. يا ستي انا، يا ستي وتاج راسي. اوفر زيزي. اوفر بقى. اوفر بابا يال. الو محمود، مساء يا محمود، انا لسه جايه حالا من السينما. طبعا انا لوحدي، انت عارف ان انا تعبانه وعايزه انام. ايه فيفي وياها؟ مين خطيبها؟ طب تعالوا بس ما تقعدوش كتير. كل شيء جميل، احنا في الحياة
يا ناس عايز انام شويه. ودي ليله رقص وغنى، ودي ليله رقص وغنى، ما تهمدوا شويه. طب والله العظيم ايه قله الادب دي يا ولد؟ طب والله لا مستحيل. يا من عندهم العماره؟ جمعية في عتبتك، كبار في السن بتوشوشوا، يا خبر ابيض الخالق الناطق سيد البيت. تعالي شوفيه، جوز خالتك بعينه، سكة مفتوحة، سرة فلوس، شاب صغير قلبه مشغول بك، وايده في ايدك، وفي وسطك وراجل شعره ابيض ولابس عمة. وده يبقى مين يا دادا؟ المأذون. زهيرة هاني موجودة؟ مين حضرتك يا فندم؟ أحمد علي. اتفضل يا بيه، استريح لما ادي للست خالص. اهلا وسهلا، اتفضل يا مات. ذوقك مدهش يا زهيره هاني. ميرسي. مين اللي رسم الصوره دي؟ انا لما كنت في المير دي جيو وعرضتها في حفله اخر السنه واخدت عليها الجائزه الاولى، فطبعا وقتها كان عندي لسه 16 سنه. انا عارفه انت عايز تقول ايه. ايه؟ رسمتها من كام سنه؟ لا انا حبيت اسالك بس عن الاسم اللي بيتيه الصوره. لوريت جونين. حلم النيل؟ اما طارق خواطر عجيب. ازاي؟ كنت لسه بفكر من كام يوم انك بتقص عنوانها مين الحالي. تحب احكي لك على موضوعها؟ قوي، انت عارف اني انا معجبه جدا بقصصك. اعملي قهوه يا مفيده. حاضر يا ستي. سيجاره؟ ميرسي ما بدخنش. تعرف يا احمد ان القصه دي لو كتبتها للمسرح تبقى اول روايه هتطلع في مصر. هاديه ناعمه سنتيمنتال، لا فيها شخص ولا نطق. انا مبسوط انك فاهماني، لا في البيت ولا في المكتب فاهمني. انا بشتغل محامي عشان بابا عاوز كده. ما تفكرش في اللي زعلك، بكره تبقى كاتب عظيم. تعالى نشرب في صحه نجاح روايتك. مالك؟ بس انا ما بشربش. تعرف انت تستاهل ايه؟ ايوه احمد، مش عاجبني الايام دي، اتعود على السهر بره، بس بدي اعرف بيروح فين. الغايب حجته معاه، شغل المكتب كله على دماغه. انا ابني مفيش زيه، عاقل وهادي وحنين، ربنا يكفيه شر ولاد الحرام. أنا اتأخرت أوي لنادي، لازم ألحق آخر أتوبيس. صحيح أنت اتأخرت أوي. يظهر إن أنا شربت شوية زيادة ولا إيه؟ مش فاهم. لما تيجي بكرة مش هخليك تشرب كتير. احنا اتخضينا عليه. ليه؟ وانا صغير؟
احمد احمد انت صعبان عليا. ايه العيشه اللي انت عايشها دي؟ ام سيد عماله تدق هون طول النهار، وابو الجاز عمال يزن في دماغك، القهوه البلدي اللي على ناصيه الشارع فاتحه الراديو على اخره، الطاوله الطمنه، البياعين باصواتهم المفزعه ما بيرحموكش. فين القرف ده من اللي شفته بعينك في بيت زهيره؟ الاثاث الفاخر، الفرش اللين المريح، الالوان الزاهيه اللي تفرح. وراويه البنت اللخمه الساذجه اللي عمرها ما تقدر توقظ نبوغك وتحقق مجدك. انت قصصي، انت شاعر، لازم تعيش باعصابك، ما تنفعكش غير زهيره. زهيره ايه؟ شفت منظر ما عجبنيش، لازم اكلم احمد. منظر ايه؟ مش وقته. ام سيد. افندم. ان كان احمد لبس هدومه قولي له ان انا عاوزه. حاضر يا سيدي. طيب انا جاي. افندم تعوزني يا بابا؟ ايوه اقفل الباب وتعال اقعد. بقى اسلوبك اللطيف في الكتابه اللي كل الناس بتتحدث عنه عاوزين نشوفه دلوقتي. بس أمر يا بابا. أنا كتبت كلمتين في الورقة دي وعاوز منك تصلحهم. يتشرف على فندي علوي وكيل الأرشيف بمصلحة السكة الحديد سابقا بدعوة حضرتكم لحضور حفلة عقد قران الأستاذ أحمد علوي المحامي على سليلة المجد والشرف الآنسة روية زهدي. وما جبتوش اسم أبوها ليه؟ ده كان مقاول قد الدنيا. والله عندك حق يا خديجة. على سليلة المجد والشرف الآنسة روية كريمة المرحوم كامل أفندي زهدي. إيه ده؟ تذكرة إيه وفرح إيه؟ مين قال لكم إن أنا عاوز أتجوز؟ مش عاوز تتجوز ليه؟ أنت لسه صغير؟ أنا اتجوزت أمك وأنا عندي 18 سنة. إنما أنا لسه محامي تحت التمرين، ما بكسبش حاجة. ما تقولش هم، ما دام أنا أمك موجودين في الدنيا. وإيه اللي هيجد علينا؟ ما أنتوا عايشين معانا يا ابني. المسألة مش مسألة أكل يا بابا، لازم جهاز. بتحسب إننا ما فكرناش في الحاجات دي كلها؟ راوية اختارت الجهاز وندفع العربون. ومستعجلين على إيه؟ خير البر عاجله. إيه؟ لكن أنا انت ايه يا ابني؟ انا ما بفكرش اني اتجوز راويه. ليه كف الله الشر؟ انا ما بقولش حاجه، راويه بنت كويسه جدا، الف واحد احسن مني ياخدها. انا بحبها زي اختي. زي اختك؟ اللي حسبته لقيته يا خديجة. ادي اللي خدناه من كتابة الروايات وقريتها. انا متأسف قوي يا بابا، احنا مش هنقدر نفهم بعض. مفيش داعي لفتح السراير تاني. وراوية هنقول لها ايه؟ ما تتهرش يا بنتي، ده لازم حد عامل له عمل. والنبي لولا سمحت الكلام ده بودني ما كنت اصدق انه يخرج من بقي. ساحلى ما تزعليش نفسك، وانا بكره من الفجر ان شاء الله هاخد قطر واوديه للشيخ علي يشوفه. دمار يدوم يا معلم. اقول له ايه يا استاذ؟ يا اخي قول له مش فاضي، بلاش وجع دماغ كل ساعه والثانيه. خطور انه بني خطور وحش لسانه. اتفضل. الوجع وطفل في اللي ما يختشيش على دمه. يفوت النهارده قدام القهوه راكب حمار حصاوي
ويطلع لي لسانه الناس كلها كلت وشي. مفيش قانون، مفيش محكمة، مفيش نيابة تدخل لسان الواد ده جوه بقه. متندامة عليك يا حاج السوقي. الواد عوض فلفل يطلع لك لسانه على اخر الزمن. لسانه ايه يا حاج سوقي؟ انت ما شفتش الاستاذ في اخر جلسه لما اداله سؤالين في عظمه خلاه يتهتف؟ دي فرحتي. وانا خدت ايه لما خلاه يتهتف؟ انا عايز القضيه تخلص قبل ما تقطع من الغير، قبل ما فرقع وانا ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. عبد القادر بيه موجود؟ ايوه يا فندم، منتظره. الاستاذ احمد عنده ماموريه خبير في العباسيه. انا ما احبش اتعبك، اذا كنت عايز تشوفه فوت علينا بكره. ما تزعلش يا معلم دسوقي، انا الليله هتحاسبك واشوف عقوبه اخراج اللسان قدام الناس. انا فاكر ان فيه ماده تقطع لسانه. طب يا افندي انا هشوفك، انا كل نظر. سلام عليكم. ما تنساش يا توفيق افندي، يبقى فوت عليا بعد ما تشطب المكتب. انا محضر لك كوبايه عصير من اللي قلبك يحبه. هي مسا. انا بريء ومظلوم، ابوس ايدك يا سعادة البيت، بس خلي القضية تتحول من قاضي الاحالة لمحكمة الجنايات وانا مفرج عنها. ليه؟ يمكن ناخد قرار بألا وجه لإقامة الدعوة. يبقى فضل من الله. انما انا واثق لو خدت فرصة شهر واحد اجيب المستندات اللي تثبت براءتي من الاختلاف اللي بيتهموني بيه. كل الموظفين في وزارة الاوقاف يشهدوا ان سيد المنياوي ايده نظيفة. الدوسيه كبير وانا هطلب التأجيل لإعلان الشهود. انا لو قبض عليا ينخرب بيتي، مش هعرف اتلم على شهود، مش هقدر اجمع المستندات. الله لا يفضحك. انا لو جرالي حاجة ابني هيتيتم ومراتي تموت من الجوع. يا استاذ احمد، سيد افندي المنياوي مقدم لقاضي الاحالة بتهمة التأثيرات. الراجل ده امره يهمني جدا وانا متأكد انه مظلوم. ارجوك ما تنساش، حكم انت اليومين دول بتتأخر كتير. بصراحة انا مش راضي عن شغلك. اعتمد علي يا استاذ، انا اليومين اللي فاتوا كان عندي بعض المشاكل. طيب انا عندي مرافعة يوم 15 في محكمة جناية طنطا، احضر عني واطلب التأجيل. حاضر يا استاذ. ادي دوسيه القضية. ما تنساش يا استاذ ان الجلسة يوم 15. طيب نتقابل هنا الساعة 8 قبل الجلسة وننزل سوا على المحكمة. احنا اصطلحنا في قضية والدك واخدنا من وزارة المالية مبلغ 60 جنيه قبضتهم النهاردة. اتفضل اهو. شكرا يا سعادة البيت. اسمح تمضيلنا على الوصل ده عشان نرضعه في الدوسيه. حاضر. يا استاذ احمد اوعى تنسى قضية سيد افندي المنياوي بعد بكرة. انت اللي هتحضر عنه لاني هكون في طنطا. حاضر يا استاذ. طيب انا جاي حالك. بونجور. بونجور، انا عازمك على الغدا يا احمد. فين؟ حته هتعجبك قوي. ده بعد عن في ابني
اشوفه مره بعيني يرضي لف بلف هنا 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 وامسك الدف هنا 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 امسك الدف هنا 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 لف بلف هنا هنا بتفكر في ايه؟ يا بختي الناس دول الله يسيبهم غاديين بعيشتهم، يا ريتني كنت واحدة منهم وأقدر أعيش بعيد عن الناس. وعني أنا كمان. ما أقصدش يا أحمد، إنما أنا ليا ماضي مليان بالذكريات المؤلمة. سيبينا من الذكريات دي، بصحتك. مين اللي انت مصورة معاه ده؟ أي صورة؟ الصورة اللي في الكتاب ده. أوه دي لازم تكون صورة إسماعيل. إسماعيل مين؟ ابن خالي. يا سلام، وده اللي خلاك تبوظ. اشتغل إيه؟ دكتور عينين ومتعلم في النمسا، وأفتكر إن الصورة دي صورناها سنة 30 في المعرض الزراعي. إيش بيلك؟ طبعًا لأن ماما تركية. وام مصرية. انت طفل طفل كبير تزعل من غير سبب. مين قالك ان انا زعلان؟ يعني تفتكر ان واحدة زيي ما تقدرش تقرا في عينيك اللي انت عايز تقوله؟ يلا تعالى معلمك ازاي ترقص التانجو. مش عليا اروح اسكندريه واسيبكم. اما ناس خاينين صحيح. في ايه في اسكندريه؟ في ايه في اسكندريه؟ بكره السبق الكبير والليله الكبيره. الصبح حمام في السد. بعد الظهر سبق المواساة. بالليل العشاء في مونسنيور والسهره العجيبه في اكسلسيور. ايه رايك في البروجرام الهايل ده يا زيزي؟ بروجرام مدهش، بس اذا كان احمد يجي معانا. انا اسف قوي. بعد بكره عندي قضيه مهمه عند ابو الاحاله ولازم احضرها. سيبك يا شيخ سيبك، واحنا مسافرين السودان. طريق الصحراء والعربية الهيلة ساعتين نبقى هناك نقضي يوم جميل وسهرة لطيفة والساعة 6 نبقى هنا تفطر وتحلق دقنك وتراجع قضيتك وتكسبها 100%. صحتك. يا خسارة تعبنا وشقانا يا خديجة. حد كان يصدق ان احمد الخجول الهادي يتفرعن ويفجر بالشكل ده؟ والله دي عين وصابتنا. معاك حق. أنا متشائم من البيت ده. إن شاء الله أول ما أقبض الستين جنيه اللي هجيبهم لعبد القادر بيه من وزارة المالية نسيب الحتة دي ونروح نأجر بيت في حلوان. ده البخور اللي ادوني الشيخ علي. بكره تشوفي المكان سي احمد يعقل وربنا يعدلها لك. ما بقاش انا ام سيد، ده الشيخ علي سره باشع. Oh,
احمد وزهير هيروحوا فين؟ اتفضلي يا ستي، الغرام الكبير. متردد كده، ما تشوف لك حصان تلعب عليه. مالكش دعوة بيه، أنا هشوف له حصان أو الصيدر عشان لما يكسب يدفع جابه. إيه رأيك في الحصان ده يا زيزي؟ أنا بستبشر باسمك. زيزي يظهر إنه أو الصيدر، تعال نلعب عليه. انا هعوض لك كل اللي خسرته. انا احسن بوكاريست في البلد، هدور على جماعه اصحابي ونوضب كاريه ونعمل بارتيه البوكر مدهشه. تعال يلا يا السلام عليكم يا بيه. وعليكم السلام. انا وقعت من السما وانت استلقيتني. القضيه هتطير برج من عقلي. الاستاذ الصغير محيرني خالص. في الاول قال لي سيب الكراشي مدشدشه والازاز مكسر لغايه ما تتم المعاينه. جبت القهوه زي ما هي. قال لي وعلى الواد يتحرش بيك يودك الشيطان تضربه. فضلت ساكت وكاتم الدم على الايه. الواد اتفرعن عليا، عواطلي يا سعاده البيت. ما تفهمش تلمع الحمار الحصاوي ده منين؟ طول النهار راكبه وعمال يبرطع بيه قدام القهوه. برضه استحملته. انما اللي مش قادر استحمله ابدا يا سعاده البيه، اللي مفور دمي، اللي منكد عليا عيشتي ومحرم عليا الاكل والنوم، ان الواد كل ما يفوت عليا في القهوه يطلع لي لسانه. وقصده ايه من تطليع لسانه يا معلم دسوقي؟ قصده ايه يا سعاده البيه؟ عاوز يفرسني 14 سابقه كلها ضرب. ده عمري سرقت ولا نصبت ولا شميت كوكايين. الخط كله يعرف ان جدع ابن جدع، واخر المتم ما يجي الواد عوض فلفل يطلع لي لسانه. لا 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 لا، ده شيء مش لطيف. اتفضل سيجاره. متشكر. دي دندره شغل بنك مصر. خير يا معلم دسوقي. السلام عليكم. توفيق افندي، ابقى فوت عليا بعد ما تشطب المكتب، انا محضر لك. طب سلام عليكم. والد الاستاذ احمد ادعو عادي يا مسعد. طيب خليه يتفضل. الو، عاوز مين يا فندم؟ الاستاذ احمد علوي؟ لا، ما جاش النهارده. اهلا وسهلا، ازيك على فندي؟ الله يبارك فيك. اتفضل استريح. اتفضل. متشكر. ازاي صحتك؟ الحمد لله. لما بشوف احمد بطمن منه على صحتك. متشكر. انا والله مكسوف اقول لك يا على فندم، انت عارف صدقتي عشري أحمد بعتبره زي ابني تمام، إنما صراحة تتفاهم خالص. كان عندي النهارده واحد زبون بيشتكي لي منه مر الشمس، وكل ما أسأل عنه ما لقيتش. مرة في المجلة، ومرة في المطبعة، النهارده ما جاش المكتب، فأنا زعلان منه خالص. أنا مش عارف إيه اللي طالع في عقل الولد ده ومخليه غاوي الروايات. لو كنت عارف وأنا بشقى عشان أدفع له مصاريف الحقوق إنه هيطلع بالشكل ده، ما كنتش دخلته مدارس عالية. أحسن مني عبد القادر بيه بيوظفوا ولادهم بالبكالوريا.
كان نفسي اشوف احمد محامي قد الدنيا، ولا وكيل نيابه، ولا قاضي، مركز الواحد يتشرف بيه قدام الناس. ايه ربنا عاوز كده. احمد نبيه جدا، بكره يعقل، ده في الشباب. انما ما خبيش عليك، النهارده كاتب النقابه كان عندي وقال لي ان في شكاوي كتير ضده، واخرتها اخرتها ايه يا سعاده البيه؟ ينشطل اسمه من جدول المحامين. احمد وصل لك الستين جنيه اللي قبضتهم لك من وزاره الماليه؟ ايوه، لازم يكون اداهم لوالدته. باس باس صلي كاري كاري دام كاري اس. ما تديلوش فلوس يا احمد، كفايه اللي خسرته النهارده. اخر 10 جنيه جربي حظك يا سيدي. انا منحوس قوي الليله دي. مش مكسوف من نفسك ترجع بيتك في وش الفجر؟ مش مكسوف من الناس اللي شافوا البيه المحامي راجع بيته يتطوح؟ ده كان يوم اسود يوم ما خلفتك. حد يصدق ان ابن علي علوي اللي ما يسيبش فرض تبقى دي حالته؟ هتشوف قضاياك ازاي يا افندي؟ اموال الناس واعراضهم اللي ائتمنوك عليها، باي عقل هتترافع قدام القاضي؟ انا فهمت دلوقتي ليه مش عاوز تتجوز راويه. حياة السهر والخبص اللي ابتديت تعيشها هي اللي تلفت عقلك. أنا اللي مرضاش أديها لك دلوقتي. راوية تاخد سيدك وتفرها برقبتك. ربنا يحاسبني لو جوزتها لك عشان تسيبها متلقحة طول الليل وأنت داير لي بالخمامير. أنا عملت اللي عليا وخليتك بني آدم. من هنا ورايح أنت اللي تصرف على نفسك. ما أقدرش أديلك فلوس علشان تروح تصرفها في اللي يرضي بالله. فين المبلغ اللي إداهولك عبد القادر بيه؟ ضيعته؟ ما ترد، ما تتكلم. انت مش عارف ان امك عيانه بقلبها وان مصاريف الحكمة قسمت وسطي؟ كنت منتظر المبلغ ده علشان اخد لها بيت في حلوان زي امر الدكاتره. انت جاي هنا تعمل ايه؟ ارجع مطرح ما كنت. لا انت ابني ولا اعرفك، انا متبر منك يوم القيامه. اخرج اخرج، ما تعتبش البيت ده ابدا. مش عاوز اشوف وشك ده تاني. انت جرالك ايه في عقلك؟ طول عمرك ما يعجبكيش العجب. ايه سي احمد ده اللي طلع لنا على اخر الدم؟ بقى حد يصدق ان زهيره تحب واد زي ده؟ رايحه فين؟ رايحه مع سي احمد. جايه منين؟ كنت مع سي احمد. سكينه سرقاكي. انت مش فاهمه ان سليمان بيه راجع من فيشي بعد يومين؟ طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ طيب. ده الناس كلها بتتكلم عليكم، في كل حته بيشوفوكم مع بعض، ده حتى فاكرين انه عايش هنا عندك في البيت. يا سلام لو الاخبار دي بلغت سليمان بيه. انا ما يهمنيش سليمان، راجل اكبر مني ب30 سنه. حضرتك ضحيت التضحيه الكبيره دي عشان خاطر سي احمد. بس انا عاوز اعرف في ايه يتحب؟ ما اعرفش، انما انا بعتقد ان هو اول راجل قدر يفهمني. يا سلام. يمكن انت وغيرك ما تقدروش تقدروه، انما انا بشعر غريبة. مين اللي جاي دلوقتي؟
جابك دلوقتي يا احمد؟ اتخانقت مع ابويا وست البيت. الله، احمد عزيزي، حصل ايه؟ مفيش، انا وصلت زهيرة بالعربية فلقيتها تعبانة، طلعت قعدت معاها شوية. ايه؟ ايوه. طيب اسيبكم انا بقى لوحدكم. بونسوار. البونسوار قال ده احنا بقينا الصبح. بونجور. يعني كان لازم محمود يطلع معاك لحد هنا؟ دي مش حاجة محمود، انت اللي بتضايق علشان سبت البيت. بالعكس، انا مبسوط قوي وفرحان اللي اتخلصت من قرفهم. بكره تشوف الفلوس حقين ازاي من مجهودي الشخصي. نادي نمرة ستة. نمرة ستة. سيد المنياوي. القضية مطلوب حجزها من فضلك يا أستاذ. مطلوب حجزها يا فندم. أنا حجزتها مرة قبل كده، الرول خلص. أنت اختلست 30 جنيه من مأمورية الأوقاف في أسيوط. بس المحامي بتاعي ما جاش يا سعادة البيت. النيابة. المواد الواردة في قرار الاتهام. دافع عن نفسك. قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة جنايات مصر لدورة نوفمبر مع القبض على المتهم سيد المنياوي. والله مظلوم يا سعادة البيت، مظلوم يا ناس، مظلوم. بابا بابا، والله مظلوم يا سعادة البيت، مظلوم. خربت بيتي، ربنا ينتقمني منك. أنا نصحتك كتير واستحملتك علشان خاطر والدك، لكن وجدت مفيش فايدة معاك. سوقت سمعة مكتبي. أنت ما تصلحش إنك تكون محامي. اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا بيه. انا اذنك بس، في اوضه فاضيه؟ ايوه موجود. الاوضه اللي على الشارع ب 15 قرش، والاوضه القبليه ب 10 ساعه. طيب اديني اوضه ب 10. ايوه حاضر. تسمح تقول اسم حضرتك ايه؟ متشكر. ما تاخذنيش يا استاذ، اللي بيجوا من غير شنط بندفعهم مؤدب. متشكر قوي، انا اسف. يا عباس. نعم. اوضه نمره 9 للبيت. اهلا وسهلا يا بيه، اتفضل. النيل الحارس، عنوان مدهش. اتعشم يكون الموضوع كويس زي عنوانه. لما اراه واشوف. انا محتاج لقرشين، تقدر تديني حاجه تحت الحساب؟ انا اسف ما عنديش دلوقتي، لكن مدير مسرح فرعون سال عنك مرتين في التليفون النهارده، عاوز يشوفك. ليه؟ يظهر انه عاوز يخرج رواية زهيرة على المسرح. والله احمد وحشني. فين يا بنتي حموت قبل ما اشوفه؟ ما تقوليش الكلام ده يا تيزا، انت صحتك احسن. خدي اديني الشكوى جايه. حاضر يا تيزا. عاوزة اديكي حتتين الصيغة دول قبل ما اموت. بس ليه الكلام ده يا تيزا؟ ربنا ياخد بيدك ويخليكي لنا. المصحف ده كان بتاع المرحومة نينا، خدي البسيه. ها
ازيك النهارده يا خليجه؟ الحمد لله يا عمي، صحتها احسن. الحمد لله. انت مش هتسامح احمد بقى علشان خاطري؟ عاوز اموت مرتاحه. ما تخافش، بكره يعقل. هو الضفر يطلع من اللحم. ده ابني زي ما هو ابنك يا خديجه. لكن عاوزاني اروح انا ادور عليه ولا هو اللي يجي يستسمحني؟ معلش عشان خاطري. ده خيب املنا وشمت فينا الناس. تسمح تديني عنوان الاستاذ احمد علوي؟ اللوكاندا الشرقيه الكبرى بميدان الخزندار. تليفون 58-099. على فكرة أحمد علوي ده ما تنشرولوش حاجة أبدا، ده لازم جراله حاجة في عقله. مواضيعه بقت مبتذلة. ألو، مين يا فندم؟ الأستاذ أحمد علوي مش موجود. شوفيه يا هانم في مجلة العصر. يا فندم ما لقيتهوش؟ بتقولي عاوزاه ضروري. حاضر. شارع عبد المنعم 13، نمرة التليفون 53-421. ميرسي. بونجور. انت اتأخرت ليه؟ اصل فوت على مسرح فرعون قبل ما اجي على هنا وقبضت ثمن. الله، انت زعلانه ليه؟ ما زعلش ازاي؟ اذا كان قطعوا التليفون عشان ما دفعناش القسط، الناس يقولوا علينا ايه؟ اسدد اللي عليا ازاي؟ اجره البيت، قسط البيانو. لا لا ما تزعليش ابدا، خد 50 جنيه هم سدد اللي عليك كله. 50 جنيه بس؟ اصل ده اول روايه الفتها. مدير المسرح وراني كونتراتات لمؤلفين مشهورين رضيوا ب 30 جنيه. مهنه الادب ما بتوفرش عيش في البلد دي ابدا. بكره ياما تكسب. تعرف انا بتخيل ايه يا احمد؟ ليله الافتتاح الاعلانات ماليه الشوارع، صورك طالعه في كل الجرائد زهيره بقلم احمد علوي المحامي. الناس بتتزاحم على شباك التذاكر والصاله مليانه، وانا وانت في بنوار وكل الناس بتبص لنا. بعد ما تخلص الروايه برافو برافو. ادي الكلام اللي يفتح النفس. انا هكتب لمجله العصر القصه اللي حكيت لك على موضوعها امبارح. الويسكي عندك باظه، انا واصله اشوف بنت عمي علشان عيانه. باي باي. باي. الأستاذ أحمد موجود. حضرتك مين؟ مين اللي بيسأل يا مفيدة؟ أنا راوية بنت خالة أحمد، اسمحي لي أكلم حضرتك كلمة واحدة. أفندم. أنا جاية أترجى حضرتك بخصوص أحمد. إيه في إيه؟ حضرتك عارفة إن أحمد سايب البيت بقاله 4 أشهر. مش أنتوا اللي تاخدينه دلوقتي جايين تدوروا عليه؟ اسمحي تسمعيني شوية. حضرتك عارفة الوسط اللي نشأ فيه أحمد والحياة اللي كان عايشها، ومرة واحدة اتغير بقى يجي البيت الفجر سكران، يوم ما اتخانق مع ابوه كان بايت بره. وماله هو اتغير؟ انا عارفة انه كبر، لكن انا ادرى من كل الناس باحمد، ده ما يقدرش على العيشة اللي هو عايشها دلوقتي. انا متأكدة ان اعصابه هتتلف. ان كنت بتحبيه يا هانم انصحيه انه يرجع بيت ابوه، امه عيانة قوي نفسها تشوفه. ده كلام فارغ، انت اللي بتحبيه، لان هو حكى لي على كل حاجة، قال لي انهم كانوا عاوزين يجوزوهولك، هو اللي ما رضيش لانه بيحبني انا، يحبني انا بس. الله، ايه اللي جابك يا راوي؟ انا طلبتك هنا في التليفون لقيته ما بيردش. ما جابنيش الا ان تيزا عيانه قوي نفسها تشوفك. انت لازم تعرف الواجب اللي عليك. احنا طول النهار في البيت ما بنغيبش الا من 4 لـ 5 لما بروح انا وتيزا عند الحكيم. ما تزعليش يا زيزي، دي مجنونه. ما بقاش اللي ازعل من واحده زي دي كمان، انا زعلانه لاني مش قادره اسدد الفلوس اللي عليا. ولا يهمك، انا هعرف منين تيجي الفلوس. التاكسي يا ست. طيب، تعالي يا مفيده خدي اجره البيت. حاضر. انت عايز منهم حاجة؟ ايوه قسط البيانو. وانا عايز اجرة البيت، شهرين متأخرين. واحنا عايزين 3 اقساط. طبعا الست مش موجودة. سايبالكم الفلوس ويايا. تعال.
أخيرا. الحمد لله على السلامة يا أحمد بيه. البيت نور يا ابني. بابا هنا؟ لا يا سيدي خرج. ونينا؟ راحت مع سراوي عند الحكيم وزمانهم جايين. طيب روح اعملي الفنجان. حاضر يا سيدي. كان قلبي حاسس انك هترجع برضو اهون عليك تفوتني المدة الطويلة دي وانا عيانة وما تجيش تسأل عليا. انا ماليش في الدنيا غيرك. ما دني جيت هو نينا. ربنا يهديك يا احمد. وليه ما طلبتهمش مني يا احمد؟ ده كله أدب وإنسانية وذوق سليم. شوف الشقة المدهشة. الشقة وصاحب الشقة ومحفظة صاحب الشقة تحت رجلين الملاك. زهيرة هانم مش موجودة؟ هي مش موجودة. حضرتك دخلت ازاي؟ دخلت من الباب. لكن انا قفلته بايدي. حضرتك مين؟ اه انت ده. فهمت. اصل البرواز ده اتشرف بصورتي قبل ما يتشرف بصورتك. أنا عارف يا فندم. حضرتك عم زهيرة هاني. أيوة أنا عمها. وحضرتك تقرب لها إيه؟ أنا صدق؟ الحمد لله اللي ما طلعتش خلها. أحسن نبقى أنا سايب أنا وأنت. اسمع يا ابني. لا أنا عمها ولا أنت صديقها. نتفاهم من غير زعل. أنا أكبر منك في السن والموقف ده أصبح عادي بالنسبة لي. مرة سيب ومرة انساب، مرة أكره ومرة أنكره. وفي الحالتين أأكد لك إني أنا الكسبان. البرواز ده اللي فيه صورتك وكان فيه صورتي شاف قبلنا ناس كتير وحيشوف بعدنا ناس كتير. لما كنت في سنك كنت عندي وراسي نشفه. لما كانوا ينصحوني اني اسيبها كنت افتكر انهم عاوزين ياخدوها مني. لكن دلوقت اصبحت استخسر اقل نضال بسبب امراه من عيناتي. لما توصل لسني وتقف الموقف ده تحط طربوشك على راسك وتقول جود باي.
اهلا وسهلا، حمد لله على السلامه. لا، الوداع. اسهمي نزلت في الشركه دي وانا بعتها. احمد، انت جاي منين دلوقتي؟ ما انت عارف، كنت عند بنت عمي وبعدين جوزها مسك فيا على العشاء. كذابه غشاشه، دلوقتي عرفتك على حقيقتك. اشتر الغش والنداله والغدر. غصب عني يا احمد، سيب دراعي. انا عاوز انتقم لنفسي. دراويه اللي زلتها، يا ابويا اللي ما فوحتوش، لام اللي في اشد حالات المرض ولا سالتش عنها. وده عشانك، عشانك يا غشاشه. يوم ما عرفتك كنت بتخدعيني، مش هعرفك بعد اللي لاقي. سامحني يا احمد، انا غلطانه، كنت مضطره. انا راجع بيت ابويا لاجل ما اطهر نفسي. حاسس ان كل ذره بدم اتلوثت. الحب والتضحيه خساره في اللي زيك. اللي زيي؟ مالها اللي زيي؟ حبيتك وضحيت علشانك وطردت كل اللي اعرفهم وفضلت جنبك اناديك زي الطفل. علمتك ازاي تلبس، ازاي تتكلم، عيشتك في الجو اللي كنت تحلم بيه، خليتك فتحت بعد ما كنت اعمى. ابعدش، يا ريت كنت اعمى. انت جاي هنا تعمل ايه؟ اللي كانت بتدافع عنك ماتت بسببك. مالكش مطرح هنا في البيت ده دلوقتي. انت مش ناوي تدفع اللي عليك ولا ايه؟ الدفع عندنا نظامه كل اسبوع، وانت بقالك 3 اسابيع ما دفعتش حاجه، ايه الحكايه؟ طيب معلش، اصبر عليا شويه من فضلك. لا يا فندم، احنا صبرنا كتير، صبرنا كتير قوي. ان ما كنتش هتدفع بكره هضطر اجر الاوضه لواحد تاني. ليه؟ يا سلام، جاي اسال عليك يا اخي. خد لك سيجاره. خد خد بقى يا راجل، تتضايق وتحتاج لفلوس ولا تفكرش فيا؟ يخونك يا اخي العيش والويسكي. انت فاكر يعني اما تزعل حضرتك من زهيره لازم تزعل مع الناس كلها؟ لا عايز اسمع اسم زهيره ولا عايز اشوف وشك. وانت تقدر تعيش من غيرها؟ شوف بقيت ازاي بعد ما سبتها، ما انتش قادر تكتب حاجة ابدا. وانت عاوز مني ايه؟ مفيش حاجة في غاية البساطة. مسألة مش هتكلفك حاجة ابدا، انما تكسب فيها 100 جنيه. انت فاكر فريد؟ فريد اللي عرفتك بيه في اسكندرية، بيحب بنت فرنجية بتشتغل رقاصة في كباريه. اما حتة بنت يا احمد، جنان. وانا مالي يا اخي؟
بس حلمك عليا شوية. المحافظة يا سيدي عاوزة توزع البنت دي من مصر لأن الفيزا بتاعتها انتهت مدتها. عملت المستحيل علشان أخلي البنت دي تفضل، ما أمكنش. مفيش إلا حل واحد، هو إنها تتجوز، ولازم تتجوز واحد مصري. كان ممكن إن فريد يتجوزها لكن أبوه يحرمه من الميراث. إيه رأيك يا بطل لو تتجوزها أنت وتلها في المية جنيه؟ هي دي الحكاية اللي جايل عشانها؟ أخرج! أنت فاكرني انحطيت للدرجة دي؟ أنا لو شحت، لو مت من الجوع، ما بقاش اسمي ولا طقش سمعتي. أخرج! أخرج أنا هتخرج دماغك! يا أحمد حرم عليك شبابك. تعيتي ليه يا ماما وانت صغيره؟ روايه عظيمه جدا. تعرف مين اللي الفها؟ احمد علو اللي كان معانا في كليه الفنون. لا يا سيدي. Ha 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 ha!
انت متصور انك تقدر تعيش من غير زهيرة؟ يوم ما خرجت من بيتها ما انتش قادر تكتب حاجة ابدا. خيالك طبطة، اسلوبك انحط، النقاط بتصرخ في وشك، والجمهور مفضي من حولك. انت لسه بتحبها؟ مش ممكن تنساها، مش ممكن. لا ايمان سيبني، انت اللي ضيعت مستقبلنا، انت اللي اغرقتني نعرفه، انت اللي كرهتني فوقيا، انت اللي حرقتنا على الخمر وفجعيني. هقتلك. بسرعة كده ليه يا محمود؟ علشان عاوز احصل برتيتة البوكر عند ادهم بيه، الليلة هجيب لي خبر. يا رب انت عالم بحالي وعذابي، ريحني من الدنيا بقى ومن على ابن احمد بالشفا. مستشفى الامراض العقلية. ايوه يا فندم، انا الدكتور زكي. الحمد لله زي ما قلت لكم كانت حالة عصبية بسيطة تحصل لأي انسان، هو كان لازم له شوية راحة. ان شاء الله بعد 5-6 ايام يقدر يسيب المستشفى. عليك يا احمد، انا راوية. ما تخافش يا احمد، الدكاترة طمنوني النهارده كلها يومين وربنا ياخد في يدك. بعد الزيارة انتهت.